بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمت أنا عن فحص المعزة بالسونار قبل هد التيس، كان فضل سبحانه وتعالى 10 أجزاء وتم تنزيلهم بالإنستغرام. إن شاء الله بإذن الله راح أتكلم عن فحص المعزة بالسونار بعد هد التيس ما يقارب شهرين ونص إلى 3 أشهر. حي فحص السونار راح تبين لي 4 حالات، يا يعني تكون حامل فضل الله سبحانه وتعالى نعم مالتها شكر، او انه محامل، طبعا انه محامل بدون سبب، او انه في صديد بالرحم، او انها مش احمد. عليكم ابو احمد. عليك السلام ورحمه الله. مساك الله بخير. ابو النور والسرور يا ابو الحين فضل الله سبحانه وتعالى بدينا التصوير، نبي نتاكد بس كل عنز وشنو حالتها وضعها باذن الله، حامله ولا مو حامله. شنو هذه ابو احمد؟ هذه فاضل عمرك والرحم سليم 100%. الصوره حق اخواننا المشاهدين. اي هذه المثانه وهذا الرحم سليم 100%. ما في اي شيء ولا في عاطع على اساس انها بتحمل. لا ما في اي مشاكل. الحمد لله رب العالمين. تفضل. نور الدين طبعا نحطها هنا شلون على اليمين. اساس تكون واضحه معلومه انه احسن تهدها. احمد بشر. هذا طال عمرك مضرع عمر الجنين 2 شهر و5 أيام. نعم. حلو؟ نعم. فيها توم، هذا واحد اهو على السهم. دقيقة. وهذا واحد على السهم الثاني. احسنت، عطنا العمر. ايه العمر 2 شهر إلى 2 شهر و5 أيام. اسمح لي اقول كلام ابو احمد. تفضل طال عمرك. بارك الله فيك، هذا امانة اقوله لك وراك وقدامك، انه لازم تشخص وتقول العمر وانت قاعد تذكر العمر. وهذه نقطة هامة جدا حق أي واحد يفحص. هذا واضحين الاثنين، هذا واحد وهذا واحد. شاكر لك. يلا يلا. الله يرحم والديك. أبو أحمد بشر. هذا طال عمرك مضرع. نعم. فيها 3 أجنة. ما شاء الله مبروك. عمر الجنين 2 شهر إلى 2 شهر و10 أيام، هذا واحد على السهم. نعم. هذا واحد اللي تحت. نعم. وهذا واحد على اليمين الصورة. صحتهم شلونهم؟ قاعد يتحرك، 1 2 3. عمر؟ 1 2 3. العمر؟ لهم 2 شهر و10 أيام، وضعهم زين والسوائل اللي حول الجنين ممتازة، الله يبارك. جزاك الله خير، مشكور ويرحم والديك. أبو أحمد بشر. هذه مضرع عمرها 1.5 شهر، لكن صحة الجنين شوي ضعيفة، هذا الجنين اللي على السهم. نعم. على السهم، شوي ضعيف بالنسبة للسائل الجنين شوي زايد حوله. نعم. وزل أحيانا أبو ناصر طبعا يسوي فحص دوري. نعم. إن شاء الله الفحص اللي جاي بنسوي له سونار نطمن على حالة الجنين. بإذن الله. تفضل. جزاك الله خير، العطرة هذه. أبو أحمد بشر. هذا عمرك فحصناها بس الرحم فيه التهاب شوي، اللي يشير عليه السهم الابيض خنك اقرب، عباره عن بقايا بالرحم يبي لها تنظيف. هذه ان شاء الله باذن الله اللي عليها السهم راح نعطيها باذن الله فتح رحم وتنظيف رحم مع شو اسمه حبرشات. نعم. تماسيل. نعم. جزاك الله خير. هدي نور الدين. هدي. فضل الله سبحانه وتعالى عقب ما فحصنا طلعت النتيجه. طبعا في كان بعض المعزه فيها صديد، الان التيس نقول له مشكور وما قصرت ونعزله ونريحه، وعقب ما نظف المعزه رد نهد التيس عليهم. يلا يا نور الدين طلع برا. نفس الشيء طبعا هذا التيس الاربش، فضل الله سبحانه وتعالى فحصنا وخلصنا وقام بدوره الحمد لله رب العالمين، الان نعزله ونريحه. يلا يا نور الدين بارك الله فيك. بعد ما فحصناها طلع فيها صديد، الان نعطيها فتح رحم 2 سم. يلا نور الدين اتكل على بارك الله فيك. نستمر بعملية السرع وهذه هامة جدا، عملية السرع 2 سم فتح رحم. هدها نور الدين بارك الله فيك. طبعا من ضمن الامور الهامه جدا عملية سرح، فضل الله سبحانه وتعالى صلينا صلاة الفجر والشمس الحمد لله توها مشرقة، طالع ويانا في الصورة والجو فضل الله سبحانه وتعالى بالحيل طيب. عملية سرح انا حرص عليها بجميع مراحل حمل العنز، ان كانت من 2 شهر أو 3 أشهر أو 4 أشهر أو حتى 5 أشهر، وهامه جدا لك الحمد والشكر فضل الله سبحانه وتعالى.
بعد ما فحصنا السونار بينت عندنا حالة فيها طبعا صديد. يلا نور دي تكر على الله، أعطيناه فتح رحم قبل يومين ومثل شرحنا فيها، والآن نعطيها جيتامسين 4 سنتي. واضح هنا بالصورة، ونعطيها تنظيف رحم، خلطة رشاد هم بعد ويانا بتوب عليكم 5 أيام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.